عقدت لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية أعمال الطاولة المستديرة حول إطلاق الدورة الرابعة من برنامج تقييم، وذلك بحضور قادة تطوير مراكز خدمة العملاء في الجهات الحكومية. ويأتي الاجتماع بهدف بحث آخر المستجدات المتعلقة بتطوير دليل تقييم من مراكز الخدمة الحكومية واستعراض أفضل الممارسات الحكومية في مجال خدمة العملاء. لمواصلة السعي نحو تلبية احتياجات العملاء بنموذجية وبشكل مميز، أتت هذه الجلسة للطاولة المستديرة لمواصلة تطوير مراكز الخدمة للجهات الحكومية والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة خدمة للجمهور، وذلك بمشاركة نخبة من القادة في مجال تطوير عمل مراكز الخدمة الحكومية. اليوم من خلال هذا اللقاء مع كبار المسؤولين من وكلاء ووكلاء ومساعدين نحاول نستعرض معهم الدليل مع المعايير الجديدة الموجودة، أيضا الدورة كيف راح تكون من عملية التقييم إلى أخذ آراء الجهات في عملية التقييم إلى إعداد التقرير النهائي، أيضا تبادل أفضل الممارسات والقصص الناجحة في الجهات الحكومية لتعميمها حتى فعلا تكون هو الهدف، مو بعملية التقييم، عملية مستمرة هي ثقافة في كيف نبني الخدمة وكيف نطورها وناخذ رأي الجمهور ويكون رأي الجمهور هو في صلب العملية، وأيضا إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة ما أمكن ذلك. وقد تم خلال هذه الجلسة مناقشة كيفية الوصول لأفضل الأساليب وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء وكيفية تقديمها بصورة تنافسية تخدم الجميع. المهم ليس فقط جاهزية المراكز وليس فقط جاهزية الخدمات، لكن الاثنين مع بعض، ولذلك قد يكون المركز جاهز لكن الخدمة تكون ناقصة، أو بالعكس قد تكون الخدمة جاهزة والمركز ناقص، والاثنين مع بعض بالنسبة حق المواطن وحق المراجع وحق العميل مهم، اثنينهم مهمين. فالسؤال هو كيف ممكن أن نحول تجربة العميل إلى واقع وتكون بالفعل نخلق من خلالها الرضا والثقة وبناء الثقة مع المواطن مع العميل. اليوم جلستنا نفكر مع بعض من خلال الطاولة المستديرة، نشتغل مع بعض، نحط لنا خطة بسيطة مع بعض وعلى أساسها نتحرك لخدمة المواطن. طبعا هذه المبادرة للأمانة يعني مبادرة جدا جميلة، لأن حكومة مملكة البحرين برئاسة سيدي سمو ولي العهد حكومة متميزة ومتطورة وتسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات، فلا بد بأن تكون هذه المراكز تتواكب وتتماشى مع السياسة العامة لحكومة مملكتنا. ويستهدف الاجتماع تحقيق آثار إيجابية تعزز ما تم على أرض الواقع من مبادرات نوعية ساهمت في إحداث نقلة بارزة في الارتقاء بجودة الخدمات وآلية تقديمها. سعياً لتقديم خدمة حكومية نموذجية ولتحقيق مستويات جديدة من التميز، جاءت هذه الطاولة المستديرة لتترك الأثر الإيجابي على العملاء. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.